اهلين اني سناديا. صباح الخير استاذ. صباح الخيرات، شرفي ارتاحي. طمنيني شلونك؟ شو اخبارك؟ كيف وقلمك شغال؟ ماشي الحال، مو ناقصني الا شوية تشجيع. برافو عليكي. طيب فهميني اول، الالهاب شغال معك ولا عم يزرقن شوي؟ والله يا استاذ هيك وهيك، والحقيقة ضغوطات الحياة ما عم تخلي براس الواحد لا الهام ولا غيره. معك حق. بتصدقي اني احيانا بضل واقف عند جمله معينه اكثر من ساعه وبتقفل معي، بتقفل بفرد قفله. هذا مع اني رئيس تحرير والمفروض يكون الهامي شغال على طول اكثر واحد فيكم. بقى شو رايك؟ والله اذا عم يصير معك هيك معناها لا عتب علينا. ايه قالي سناديا، هاتي لشوف. شوفي مواضيع بين ايديكي هلا. الحقيقة أستاذ أنا ناوية أعمل تحقيق عن النقل الداخلي وإعادة تشغيل الباصات القديمة، بالإضافة لموضوع خاص عن مشاكل الخليوي والشبكة، ومحتارة بأنه موضوع أبدأ. يا ريت تأجلي لي موضوع الباصات وموضوع الخليوي، لأنه في عندي تحقيق مهم بدي كلفك فيه. مو مشكلة أستاذ، مثل ما بتريد، بس بقدر أعرف شو الموضوع اللي بدك تكلفني فيه حضرتك؟ الحقيقة يا أنسة نادية، عم تجينا شكاوى كتير عن مصحة الأمراض العصبية والنفسية الخاصة بالنساء. عم يقولوا انه الخدمات فيها سيئة كتير والرعاية مفقودة، في اهمال كبير من النواحي الصحية وسواها. فشو رأيك تعملي زيارة لهالمصحة هاي وتعيني كل شيء على ارض الواقع؟ انا؟ ايه انتي، شو المانع؟ بصراحة استاذ انا مستغربة طبيعة المهمة شوي، يعني بتصوري انا كمبتدئة وطالبة بكلية الصحافة بكير علي استلم هيك تحقيقات حساسة. هو الحقيقة أنا اخترتك إلك بالذات لأنك أصغر صحفية عنا، بالإضافة لكونك حلوة وذكية ووجهك بريء وطفولي. هالشي بيخلي المرضى والمسؤولين يحسوا ببراءة مقصدنا وينطلقوا بالتحقيق على سجيتهم. بس إذا كنتي مالك مرتاحة كتير لهيك مهمة، ممكن كلف حدا تاني غيرك. لا لا أبداً أستاذ، أنا ما عندي أي مشكلة، بالعكس أنا روح قلبي هيك مهمات، وحضرتك تعرفني قديش حشرية وكتيرة غلبة وبحب اسمع قصص وسير الناس، بقى هيك شغلة جتني على ايديها ورجليها. عظيم عظيم كتير هالكلام، بيسعدني. ها بس يا ترى بتفضلي تكون زيارتك رسمية وبشكل علني ولا بتروحي متخفية احسن؟ شلون متخفية استاذ؟ شو يعني اعمل حالي مجنونة وفوت لجوا؟ لا مو هيك قصدي، يلي بقصده انه بامكانك تدخلي لجوا بصفة تانية غير صفتك كصحفية لحتى تعيني الامور على الواقع بدون تجميل او تزويق. والله يا استاذ بفضل روح بمهمة رسمية لحتى اخذ راحتي اكثر. اوكي على راحتك انسة نادية. امتى بتحبي تروحي؟ بكرة او بعد بكرة مثل ما بدك. ليش لا؟ ممكن، بس دخيل عينك بدي اياك تجهزي لي هالتحقيق هاد خلال شهر على اكثر. ان شاء الله استاذ، خلص اعتمد علي. اوكي شكرا كثير، مع السلامة. يا هلا. على مستشفى المجانين؟ لك شو جنيتي انتي؟ هذا اللي كان ناقص. ماما ليه عم تحكي معي هيك؟ طبعا بدي احكي معك هيك لانه انتي مالك مضطرة تقومي بهيك مخاطرة. هلا هاي بتسميها مخاطرة؟ طبعا مخاطرة، لكان حدا بيروح على مستشفى المجانين برجلين. حبيبتي ماما أنا رايحة لهنيك لحتى أعمل ريبورتاج، مو رايحة لحتى أسكن فيها. ولو بيضل فيها مخاطرة، أنت ما بتعرفي كيف ممكن يستقبلوكي أو حتى كيف ممكن يتصرفوا معك. هدول مجانين، بتعرفي شو يعني مجانين؟ يعني شو ما بيجي لبالهم بيساو. طمني حبيبتي أنا على الأغلب ما رح كون لوحدي، أكيد رح يكون معي في مشرف أو مشرفة أو حتى ممرضة. وغير هيك لازم تعرفي إنه مو كل مقيم بالمصحة رح يكون خطر أو عدواني، بالعكس يا أمي ممكن تلاقي ناس كتير مسالمين وكتير ودودين. مزبوط أنا معك، بس كمان ممكن تلاقي العكس تمام. طيب أنا عندي فكرة، إذا كنت كتير خايفة علي تعالي معي. لوين بدي أجي معك؟ على المصحة. بإمكانك ترافقيني على أنك مثلاً رئيسة قسم التحقيقات أو رئيس التحرير، بقى شو رأيك؟ لا حبيبتي لا، أنا ما عندي استعداد لهيك مشوار منوب، تسلميني على الاستفادة. بعدين حدا بيعزم حدا على مستشفى المجاني؟ شو ماما خايفة تروحي؟ لا مو سألت خايفة، بس هيك روحها بدها استعداد نفسي وأنا ما عندي استعداد. خلص ماما مثل ما بدك، أما أنا بقى فعندي الاستعداد النفسي والجسدي. يعني مصرة على هالروحة؟ ايه طبعا. طيب ما لقوا غيرك لهالمهمة؟
قال وشي بريء والمجانين أذكياء، يعني بيعرفوا الخبيث من الآدمي. أصبح على راحتك، بس قد ما قدرت تديري بالك على حالك وكوني حذرة، فهمتي شو عم قل لك؟ حاضر، رح آخذ حذري. يا حبيبتي يا ماما، بتخافي علي مو هيك؟ إذا ما خفت عليك يعني مين بدي خاف؟ الله يخلي لي إياكي يا رب. ادخل. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. أهلين 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 وسهلين ومرحبتين. أهلا وسهلا ومرحبا. حضرتك الآنسة نادية الصحفية إذا ما خاب ظني. صحيح، أنا الصحفية نادية. يا أهلا وسهلا ومرحبا، شرفي شرفي، ارتاحي. يا أهلين وسهلين ومرحبتين. الغريب يا آنسة نادية إنه كتراني زيارة الصحفيين إلنا، ليش؟ ما حدا بيعرف. ليش في حدا من الزملاء سبقني لهون؟ حدا من الزملاء؟ قولي كل الزملاء. عدي على أصابيعك. جماعة مجلة الحقيقة أولاً اجوا لهون، عملوا لنا طوشة عريضة طويلة وضلينا أسبوع بكامله عم نهدي المرضى. مندوب مجلة صحتك بتهمنا، عمل جولة طلاعية ونشر عن المصحة شي كان وشي ما كان. ليش؟ ما حدا بيعرف. لك حتى مجلة القلة الرياضية ما وفرونا، اجوا لعنا، عملوا ريبورتاج عن كيفية ممارسة المجانين، قصدي النزلاء للرياضة. عفوا دكتور، حاسة كأنك مستاء من زيارتي، في هيك شيء؟ لا لا عفوا أنسة نادية، لا تفهميني غلط، أنا مو مستاء منك بالذات، أنا مستاء من الواقع العام. يعني الصحفيين يلي زارونا ما كان عندهم مصداقية أبدا، وناقشوا أمور المصحة من زاوية ضيقة جدا. ليش؟ ما حدا بيعرف. صحيح في عنا نحن بعض السلبيات والممارسات الغلط بالمصحة، بس هذا مو كل شيء، كمان في أمور إيجابية كتير لازم ينحكى عنا. بعدين عفوا يعني يعني كتير ظابطة برا حتى تزبط جوا أنسة نادية. يعني عفوا عفوا، المجانين هن شريحة من المجتمع، شريحة مهمة كمان، وبقدر ما بيكون هالمجتمع معافى حضاري بيكونوا مجانينه على نفس السوية. المجانين يلي عنا أنسة نادية، منين يا حزريك؟ ما بعرف منين. من المجتمع، من حارتي ومن حارتك، من ضيعتي ومن ضيعتك. أنسة نادية، مجانيننا بالأساس كان في صعوبة بضبطهم لما كانوا عاقلين، لأنهم كانوا مربيين على الفوضى والاعتباطية. فشلون بدنا نضبطهم هلأ بعد ما جنوا هستروا؟ ليلي شلون؟ لا، وفوق كل هالتعب يلي منتعبه مع المرضى والمجانين بيجوا الصحفيين وبيتفقسوا علينا. ليش؟ ما حدا بيعرف. وعلى إثارة أسئلة سخيفة، ليش ما في لحمة بالأكل؟ نعم، هنن هيك بيسألوا. ليش ما في حليب الصباح؟ ليش ما في إشراف طبي؟ ليش كادر الموظفين قليل؟ ليش عم تتعاملوا مع المرضى بوحشية؟ ليش الإقامة مو إنسانية أبداً؟ يعني ومن هالأسئلة السخيفة هاي، فشلون أنا بدي أعمل؟ شو بدي أعمل يعني؟ فهميني. يعني نحن كمان عم نعاني من ضعف الإمكانيات، من ضعف الرواتب، من لا مبالاة الموظفين والممرضين. طيب أنا شلون بدي أطلب من ممرض عم يعيش مع المجانين 10 ساعات باليوم وعم يقبض راتب 4000 ليرة بالشهر؟ شلون يا آنسة؟ شلون بدي أطلب منه يتعامل مع المجانين بأسلوب حضاري وإنساني؟ لا تأخذيني طلعلي شوي، بس معلش قسما عظما، منيح اللي عم يضل فيه شوية عقل، الحالة عنا بتجنن يا آنسة، والله بتجنن صدقيني. دكتور انت هيك عم تسكر كل بواب وشي. لا لا ابدا، انا ما عم سكر بواب وش حدا، كل ما هنالك اني عم بطلب منك تتعاملي بموضوعيه وعقلانيه مع يلي رح تشوفيه بالمصحه. انسي ناديه، بس تكتبي عن مشاكل المرضى والمجانين ومعاناتهم، يا ريت يعني هيك تتذكرينا وتكتبي كمان عنا وعن مشاكلنا ومعاناتنا، لانه يعني كمان نحن بشر مثلنا مثل هدول اللي جوا، ما بننقص عنهم شيء. وما شاء الله كان عنك، يعني باينتك ذكية، قلبك طيب، مو مثل الغوريلات اللي اجونا الاسبوع الماضي، بعتولنا غوريلات.
بوعدك دكتور اني اكون موضوعيه بكل شيء بكتبه، ولا يهمك. ممكن هلا ابدا بجولتي؟ ايه طبعا. منين بتحبي تبدي انسه ناديه؟ حابه ازور جناح النسوان اول كل شيء. اوكي ما في مانع، رح ابعت معك المشرفه ام عزيز حتى ترافقك. لحظه صغيره لو سمحتي انسه ناديه. تفضل. الو انسه رزان، اطلبي لي ام عزيز لو سمحتي. ناديا كل نزيلات هذا الجناح مسالمات وهادئات، يعني بينشربوا مع المي العكري. يعني ما فيهم ولا وحده خطره او عدوانيه؟ لا ابدا، لانه نحن الخطرات والعدوانيات بنحطهم بمهجع لحالهم، حتى على الحديقه ما بنقدر نطالعه لاي سبب من الاسباب. انا الغلطان ما جيتي، انا الغلطان ما جيتي، انا الغلطان ما كويتي، انا الغلطان ما جيتي، أنا الغلطان ما جيتي. طيب ممكن أسأل هديك المريضة شو قصتها؟ هي يا ستي كانت متزوجة وعندها 4 أولاد، في يوم من الأيام اتخانقت هي وزوجها لأنه نسيت تكويله قميصه، فعن طلقها. المسكينة عقلة ما حمل، طقوا فيوزاتها جابوها له. مسكينة، الله يكون بعونها. تفضل. وأنا الغلطان ما جيتي، أنا الغلطان ما كويتي. أنا مهلك فتحية، شبك؟ شلون شبني؟ شلون شبني؟ شلون عم تحكي هيك معي؟ بدي لحق أخلص كل الكوي قبل ما يجي جوزي من شغله، فهمتي علي؟ فهمتي علي؟ الله يخليك، الله يخليك على إلي على الشجر. ركي بيشا، يلا 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 يلا. معلش فتحية، هلأ طولي بالك شوي، إيميلي الكوي على جنب. في الأخت هون بدها تحكي معك كلمتين. هاي أختك؟ يا عليكي درسانة، درسانة حلوة 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 كثير. بتعرفي قلك قلك ليكي ليكي إذا شافها جوزي بيطلقني وبيتجوزها. أنا بعرفه بعرفه لأنه بحب الصغار بعرفه. طمني فتحية، هي مو أختي، هي ضيفة. ضيفة؟ عن جد؟ طيب ليش ما وقفتي هون برا؟ فوتي نقعد بالصالون. فوتي فوتي فوتي، أنت وينك؟ فوتي. معلش معلش لا تزعجي حالك، منيح هون. اخت فتحية، انت مبسوطة بحياتك؟ يعني انا مبسوطة مبسوطة مبسوطة، بس بتعرفي عم بتعب كتير من الكوي. ايه ولمين عم تكوي؟ ييه عم بتكوي لكل العالم، عم بكوي لجوزي ولولادي ولجيراني وكل الجيران، كل شراشة في الجيران عم بكويهم. بتعرفي الله يعطيك العافية. لكي امانه ها امانه، اذا عندك كوي هاتي لاكوي لك اياه هلا، يعني المكوايه حاميه قبل ما تبرد. هاتيهم هاتي اغراضك. لا يسلموا ايديك، ما بدي الا سلامتك. اي اي شبنا ام عزيز، على مهلك على مهلك، ما لصيتيش المكوايه ما لصيتيش. شبنا فتحيه ارجعي حطيه بمحله. شو هاد؟ وين في محل بريزوني؟ ما في، كيف بدي حمي المكوايه انا؟ كيف بدي حميها انا؟ مغلطان ما كويتي. شايفه هي اللي قاعده على الكرسي؟ هي اسمها رانيا، هي كان حلم حياتها انه تشتغل بالتلفزيون مذيعة، عملت 4-5 مسابقات وما نجحت. مسكينة على غفلة ساءت حالتها وجابوا لنا اياها لهون. خبر عاجل، قامت صباح اليوم رشيدة الهبلة بسرقة صحن وملعقة من خزانة باسمة كاباتيلو، مما أدى إلى حدوث اشتباك بين المرأتين. وقد سرعت أم عزيز للتدخل وفض الاشتباك ونجحت بنزع فتيل الأزمة بين المرأتين. لوين بدي افتول؟ انه كاميرا شغاله يا ترى. بعتوا لي المهندس المكياج، خليني حط شويه حمرة. كيفك رانيا؟ اهلين ام عزيز، مين هي اللي معك؟ مذيعه جديده وش كتير تلفزيوني. لا مو مذيعه، هي الانسه ناديه ضيفه عنا هون. اهلين انسه، شفتيني وانا طالعه على الهواء؟ ايه شفتك، طالعه ظريفه كتير. بعد بكرة عندي برنامج منوعات اسمه نسوان ورجال، تابعيني ها؟ إن شاء الله. خلص رح تابعك. قلي لي يا رانيا، أنتي مرتاحة هون؟ مو كتير. شو السبب؟ حاسة ما حدا قابضني، مع أني مذيعة مهمة كتير. بعدين الأكل ما طيب أبداً، والشراشف منضيفة، ما في شي نضيف هون.
حاسة حالي عايشة بمزبلة، وليش؟ ما حدا بيعرف. والله والله من بكرة بدي دور على غير ما حتى اشتغل فيه. طيب شلون التدفئة والمي السخنة؟ يلا يلا رانيا، عندك هلأ فترة على الهواء، قومي شوفي شغلك قوام. عن إذنكم بدي أطلع على الهواء. شو هالحكي؟ طيب روحي انت لحقتك فورا. يلا انسه ناديا، مضطره اعتذر منك، انا عندي حاله مستعجله، حضرتك بتقدري تكفي جوله لحالك. مو مشكله، خدي راحتك. شكرا. يعطيك العافيه يا انسه. الله يعافيكي. لو سمحتي ممكن اخذ من وقت حضرتك شوي؟ ايه تفضلي. يا أنسة أنا عم دور على حدا يسمعني ويفهمني، لأني إذا ما حكيت اللي عندي وفضفضت ممكن يطعق لي وجن. لا تستغربي يا أنسة، أنا موجودة هون بالغلط. صدقيني صدقيني أنا كم ضحية لجريمة بشعة ارتكبها زوجي بحقي. هلا طلعي فيني، أنا بين علي إني مجنونة أو مختلة شي؟ لا لا أبدا، بالعكس تماما. عظيم كتير، معناتها ممكن تتعاطفي معي وتساعديني، مو هيك؟ طيب شلون بدي ساعدك؟ يا أنسة أنا كنت متزوجة من إنسان أقل وصف ممكن أوصفه، إنه إنسان خالي من أي ذرة من الإنسانية والعواطف، هيك قدر أعمى وأطرش حتى بخلقتي وخلاني أتزوجه. صدقيني من يوم ما تزوجته انقلبت حياتي فوقاني تحتاني، تحولت لسجينة ببيته وبين أربع حيطان، وكل يوم على ضرب وبهدلة وإهانات. صدقيني صدقيني لو كنت خدامة عنده ما كان تعامل معي بهالأسلوب. طيب وأنت ليش سكتتي؟ كان بإمكانك تحكي مع أهلك أو مع أهله. نحن كنا عايشين ببيروت، يعني بحكم طبيعة شغله لزوجي، ومن يوم ما تزوجنا ما جابني ولا مرة وحدة عالشام، ولما جابني عالشام جابني لهون دغري. وشلون جابك لهون؟ أنا كنت عم اتخانق معه كل يوم، طلبت منه الطلاق أكثر من مرة، وأضربت عن الطعام أسبوع كامل ببيروت لحتى قبل يجيبني لهون لحتى أشوف أهلي ويلاقوا لي حل معه. إيه وبعدين شو صار؟ للأسف ما كنت حاسة بالمخطط القذر يلي عم يرسم لي إياه، وقعد ضحية لعبة حقيرة منه. بس كيف زبطت معه ما بعرف. صدقيني صدقيني أنا كل ما أفكر بالموضوع بيجي لجن. يعني معقولة معقولة الواحد فتح عيونه وفجأة يلاقي حاله بشفى المجانين وبهالبساطة هي؟ بس أنا ما فهمت شلون قدر يدخلك لهون؟ جوزي داهية يا أنسة نادية وقادر على كل شيء، يعني بشوية رشاوي ومحسوبيات عملني مجنونة ولحشني هون لحشة الكلاب. لا حول ولا قوة إلا بالله، واضح إنك مظلومة كتير. مظلومة وبس. صدقيني يا أنسة نادية أنا لو اللي مرق على راسي مرق على أي وحدة عاقلة أكيد ما كانت تحملته. طيب كيف بقدر ساعدك؟ أنسة نادية هذا عنوان بيت أهلي، بدي إياكي تروحي لعندهم وتخبريهم إني أنا موجودة هون وتحكي لهم شو عمل جوزي فيني، هن بيتصرفوا. خلص اعتبري رسالة وصلت. يعني اعتمد عليكي؟ ولا يهمك. أنسة نادية مشان الله ما تنسيني، شكراً كتير إليك. وحطي ببالك إنك بمجرد ما توصلي لبيت أهلي تكوني أنقذتي حياة إنسان من الموت أو الجنان، وإذا صدف وما لقيت العنوان تعي لعندي وأنا بعطيك عنوان بيت أهلي بالضيعة، لأنه هني أكيد بيكونوا سافروا على الضيعة، العنوان جوا بالمهجع. إجت عزيز أنا خايفة تعمل لي مشكلة. شو كانت عم تقلك عزة؟ اسمها عزة؟ مش ما عرفتك على اسمها؟ لا ما حكيت شي، عم تسلم علي بس. طيب تفضلي لحتى نكمل الجولة. شرفي شو رأيك باللي سمعتي؟ شغلة غريبة فعلا، يعني واضح انها انسانة مظلومة. طبعا مظلومة، صدقيني يا امي انا من لما حكيت معها ادركت فورا انها انسانة عاقلة ومتزنة 100%. طيب شو ناوي تعملي؟ اكيد ما رح خيب املها فيه ورح حاول ساعدها باي طريقة، واول شي طبعا بدي دور على عنوان اهلها وقابلهم واحكي لهم علي شفته. طيب شو رأيك ابعت معك ابن خالتك عمار؟ أحسن ما تروحي لوحدك عند ناس ما بتعرفيهم. ليش لا؟ ما في مانع. أصبح لكان حأتصل فيه وخليه يجي. بتعرفي ماما؟ أنا حاسة إني رح أطلع بمادة دسمة كتير من ورا هالقصة. وأنا هيك حاسة. قومي أعطيني التليفون خليني أتصل فيه.
انت متأكدة من العنوان؟ هذا العنوان اللي عطتني اياه غريبة، هي صرنا ساعة بنفتيل وما كنا نصل لنتيجة. والله اقري لي هالعنوان من اول جديد اذا بتريدي. الحجر الاسود، شارع الاربعين، جادة السعادة، منزل محسن ابو لفا، جانب الخضرجي ابو اسعد. هذا هو شارع اربعين، صرنا لافين ثلاث اربع مرات وبعدين. خلينا نسأل هالزلمة نشوف. يعطيك العافية يا اخ. اهلين الله يعافيك. والله بتعرف لنا وين جادة السعادة؟ جادة السعادة؟ إيه وين قالوا لكم؟ على حسب العنوان اللي معي بشارع الاربعين. إيه هذا شارع اربعين بس يعني ما في جادة بهالشارع اسمها جادة السعادة. متأكد انت؟ إيه طبعا متأكد، متأكد كتير، لانه جادة السعادة بشارع خمسين. وين صار شارع الخمسين؟ ايوه شايف اول دخلي على ايدك اليمين؟ إيه بتدخل فيها شي خمسين متر لقدام في شارع عرضاني بيجيك. شارع عرضاني هذا هو شارع خمسين. ماشي يسلموا يعطيك العافية. أهلا وسهلا يا أهلين. شو رأيك نروح جادة السعادة اللي بشارع الخمسين؟ جرب لنشوف. يعطيك العافية. الله يعافيك أهلين. بالله هذا شارع خمسين؟ اي نعم وصلت. وين جادة السعادة؟ هون مطرح ما أنك واقف جادة السعادة. في خضرجي اسمه أبو أسعد، تعرف لنا وين؟ هنيك باللفة بالحارة في خضرجي اسمه أبو أسعد. أنا توصلنا. شكرا. الله معكم. محسن أبو الوفا، بحياتي ما سمعت بيك اسم. شو هالحكي متأكد؟ إيه طبعا متأكد، هنين دلوك لعندي؟ إيه نعم. عفوا في خضرجي غيرك هون اسمه أبو أسعد؟ إيه في هون بالحارة الثانية. طيب يعطيك العافية. الله يعافيك يا أهلين سهلين. شرفت. أهلين سهلين الله معك. ما خلينا واحد اسمه أبو أسعد بكل جادة السعادة إلا وسألنا وما أخذنا نتيجة. أكيد في غلط بالعنوان مو هيك؟ طبعا يمكن لما كتبت لك العنوان بسرعة خربطت فيه. بس المسكينة اعتمدت علي، بقى شو بدنا نساوي هلأ؟ شو بدك تساوي يعني؟ أنت عملتي اللي عليكي وما قصرتي. شو قصدك؟ قصدي حاجة لسه بدنا نفتل كمان. لا طبعا، بس أنا بكرة رح أرجع المستشفى رح أتأكد منها من صحة العنوان، بلكي كانوا مسافرين أو تاركين الحارة، لأنه هي لمحت لي بهالخصوص. وشلون بدك ترجعي مرة تانية؟ ما قلتي لي إذن الزيارة لمرة واحدة بس وصعبة تاخذيه مرة تانية؟ مزبوط هالحكي، بس أنا هالمرة ما رح فوت على المصحة بإذن رسمي. لكن شلون بدك تفوتي؟ بدبر حالي، لا تهكل هم أنت. بتعرفيها لعزة؟ شبه ماتت؟ بتعرفي بأنه مهجع ساكنة؟ شباك التاني ولا بقى تدقي لهون لأنه بدي اطلع الهواء. ما بدنا حليب يا أختي؟ عزة هون؟ شو بدك فيها انت؟ هلا نادي لها بسرعة. كيفك عزة؟
منيحة. أنا دورت على عنوان أهلك كتير وما كنت لاقي. يمكن أنت مخربطة بالعنوان. أنا عنوان؟ عنوان أهلك شو نسيتي؟ لك أنا ما عندي أهل. أنت منين جبتي هالقصة؟ هيو مو أنت اللي وصيتيني؟ أنا وصيتك على سندويشة فلافل بلا مخلل. جبتي لي إياها معك ولا ما جبتيها؟ سندويشة فلافل؟ طالما مالك جايبة السندويشة معك، ليش عم تدقي على الشباك؟ العمى تضربي شو وقحة؟ لا لك شو العالم هدول؟ لك نحن ناقصنا مجانين. انت رابع ضحية بتوقعي بفك عزة. شو يعني؟ يعني عزة مجنونة. صار لعنا 10 سنين، وكل ما شافت إنسان غريب بتحكي له قصة شكل. لا يا دكتور، عزة مو مجنونة أبدا. أنا المجنونة اللي صدقتها وضيعت كل وقتي من شانها. هيك يا عزة؟ هيك بتسودي وشنا قدامها؟ يخرب بيتك يخرب بيتك وبيت بيتك. على كل حال وينكم؟ مو بس اللي جوا مجانين.